بالنسبة لمحاضرتنا السابقة، تضمنت مواضيع عن تصنيف الكائنات الحية، وذكرنا وجود التصنيف الهرمي المتمثل بوجود مراتب تصنيفية من المراتب الأعلى إلى المراتب الأقل أو الأصغر. المرتبة التصنيفية الأعلى هي الكينجدوم، تليها الفايلم الشعبة، وجمعها هو الفايلم، ثم الكلاس، ثم الأوردر رتبة، فاميلي العائلة، ثم جينوس الجنس، والجنس جينوس لفظة للمفرد. وذكرنا الجمع يكون بلفظة جينرا أو مصطلح جينرا. والمرتبة التصنيفية الأصغر هي سبيشيز النوع، وذكرنا شرط وضع الكائنات ضمن النوع الواحد، يجب أن تمتلك صفات متشابهة. ثانيا، لها القدرة على التكاثر فيما بعضها. ثالثا، نتيجة هذا التكاثر هو نسل خصب غير عقيم، أي إنتاج نسل قابل للتكاثر. إذا توفرت هذه الشروط، ممكن أن توضع أفراد أو الأنواع الأفراد ضمن نوع واحد، لكن إذا وجود خلل بأي شرط من هذه الشروط الثلاثة، ما ممكن أن توضع ضمن نوع واحد، ممكن أن توضع ضمن جنس واحد أو عائلة واحدة بحسب درجة التقارب ما بين هذه الكائنات الحية. بالإضافة إلى ذلك، ذكرنا الممالك الخمسة الأساسية، وهي المونيرا مثلت بالكائنات بدائية النواة، البروتيستا الطليعيات أو الطلاعات مثلت أول مجموعة من الكائنات حقيقية النواة، تليها فنجي الفطريات، ثم بلانتي مملكة النباتات، وأخيرا أنيماليا مملكة الحيوانات. وذكرنا مثال عن التصنيف والمراتب التصنيفية، هو تصنيف الإنسان الذي يمثل قمة الهرم التطوري في الكائنات الحية بشكل كامل. اليوم محاضرتنا راح تكون عن Human Body Systems، أجهزة جسم الإنسان. قبل ما نبدأ بمحاضرتنا، في المحاضرات الأولى من مادة الـ Human Biology، ذكرنا وجود الخلية ونظرية الخلية أو النظرية الخلوية وأمور تتعلق بالخلية. وذكرنا في وقتها إن الخلية هي الوحدة الأساس للبناء والوظيفة أو التركيب والوظيفة. التفكير هذا أيضا نعم، وحدة التركيب والبناء والوظيفة بجسم الإنسان. جيد، أحسنت. فذكرنا تجمع الخلايا راح تعطينا نسيج، تجمع الأنسجة راح يعطينا أعضاء، والأعضاء تجمعها راح تعطينا أجهزة. الأجهزة فيما بعضها لما تتجمع راح تعطينا جسم الإنسان بشكل كامل. اليوم راح ناخذ مجموعة من الأجهزة، وليس جميع الأجهزة، لكن أهم الأجهزة المتواجدة في جسم الإنسان. طبعا هو ماكو جهاز أهم من جهاز آخر، لأن هو جسم الإنسان عبارة عن أجهزة مكملة لبعضها. أي خلل في جزء معين، مو شرط يعني مو شرط الخلل يكون في جهاز كامل، أحيانا مجرد عضو أو نسيج في عضو ممكن يؤدي لنا إلى حدوث خلل أو يعني اعتلال في صحة الإنسان. فلذلك جميع الأجهزة هي مهمة، لكن كدراسة في دراستنا لما يخص الهيومن بيولوجي كمادة أساسية، راح نأخذ 6 أجهزة. كل جهاز راح نأخذ اسم الجهاز، وظيفة الجهاز، مكونات الجهاز، والمخطط. المخطط مجرد مخطط توضيحي، أنتم ما مطالبين بالرسومات مالتهم، لأن أنتم بمادة التشريح المفروض ناخذين كل هاي التفاصيل. The most important human body systems are أجهزة الجسم المهمة، أجهزة جسم الإنسان المهمة تتمثل ب number one digestive system، رقم واحد الجهاز الهضمي. نجي أهمية هذا الجهاز الهضمي أو وظيفة الجهاز الهضمي. taking food ingestion، الوظيفة الأولى هي تناول الطعام. أول وظيفة لهذا الجهاز هي عملية تناول الطعام. Number two, digesting food into smaller molecules and absorb nutrients. هضم الطعام إلى جزيئات أصغر وامتصاص المغذيات. يعني
الخطوة الأولى، المرحلة الأولى هي تناول الطعام. الغاية من تناول الطعام هي اكتساب الجسم مغذيات ليتم إنتاج الطاقة وأداء الفعاليات الحيوية بشكل كامل. فالجهاز الهضمي، أولاً راح عن طريق هذا الجهاز الهضمي راح يتم تناول الطعام، هضم هذا الطعام. طبعاً الهضم راح تأخذونه على المراحل القادمة إن شاء الله. بالمرحلة الثانية راح نفهم إنه الهضم يكون هضم ميكانيكي وهضم كيميائي، ميكانيكال أند كيميكال دايجستشن. الهضم الميكانيكي أي عمليات تقطيع حركة المعدة، هاي كلها تمثل هضم ميكانيكي. الهضم الكيميائي بدخول الإنزيمات والمواد الكيميائية مثل الـ HCL، التريبسين، كيموتريبسين وغيرها من الإنزيمات الهاضمة، الأمايليز في التجويف الفم وغيرها من المواد الأخرى. بعد عمليات الهضم أكيد راح يتم امتصاص المواد المفيدة اللي هي المغذيات. بعد امتصاص المواد المفيدة أو المغذيات، شنو اللي راح تتبقى؟ راح تتبقى الفضلات. الفضلات يجب طرحها والتخلص منها كما هو موضح في النقطة الثالثة. Number three, remove indigestible food from body. طرح أو التخلص من المواد غير القابلة للهضم خارج الجسم. بالنسبة لمصطلح digestible، قابل للهضم. indigestible غير قابل للهضم. digestible قابل للهضم، وان هنا الان نخليها ضمن المصطلح تعتبر نفي. indigestible food from body، المواد غير القابل للهضم يتم طرحها الى خارج الجسم. نجي بالنسبة للcomposition، التركيب او المكونات، مكونات هذا الجهاز راح يتألف من جزئين أساسيين: digestive tract، القناة الهضمية، and appendage، القناة الهضمية واللواحق. القناة الهضمية واللواحق هذا جزئين أساسيين. في كل جزء أكو تفصيل بسيط أو مكونات إضافية. digestive tract: mouth، esophagus، stomach، small intestine، large intestine، rectum and anus. بالنسبة لي القناة الهضمية تبدأ من فتحة الفم وتنتهي بفتحة المخرج. هذا المسار كقناة يسمى digestive tract. طبعا هذا المسار أو هذه القناة راح تختلف حسب الأجزاء، من حيث الأنسجة المكونة، من حيث الوظيفة، من حيث سمك القناة نفسها. قطر هذه القناة أيضا راح يختلف بحسب المواقع. لذلك تبدأ في الماوث، الفم، الإيزوفاغس، الستومك، سمول انتستاين، الستومك يعني المعدة، السمول انتستاين الأمعاء الدقيقة، لارج انتستاين الأمعاء الغليظة، الركتوم المستقيم، أند أنس فتحة المخرج. فهذه الأجزاء هي اللي راح تمثل الدايجستيف تراكت، القناة الهضمية. احنا ذكرنا بلا زحمة، ممكن نعيد النقطة أي؟ بلا زحمة عليك. نعم بس نقطة أي ممكن يعني الإنترنت شوية فصل يعني. أوكي تمام. بالنسبة للجهاز مثل ما ذكرنا، الجهاز الهضمي راح يتألف من جزئين. الجزء الأول هو digestive tract، القناة الهضمية. القناة الهضمية تبدأ بفتحة الفم اللي هي الماوث وتنتهي بالأنس فتحة المخرج. هذه القناة الهضمية راح تختلف في مواقعها أو حسب المواقع، حسب الأعضاء والأجزاء المكونة إلها، راح تختلف. مثلا طبيعة النسيج أو نوع النسيج تختلف في سمك هاي القناة، جدارها يعني تختلف في الوظائف. كل جزء من هذه القناة راح تكون إلى وظائف معينة. بالإضافة قطر هذه القناة راح يختلف من موقع إلى آخر، حسب الأجزاء وحسب الوظيفة. بالنسبة للأجزاء المكونة للقناة الهضمية هي الماوث، الفم، الإيزوفاغس، المريء، الستومك، المعدة، سمول انتستاين، الأمعاء الدقيقة، لارج انتستاين، الأمعاء الغليظة، ركتوم المستقيم، أند أنس فتحة المخرج. طبعا الركتوم
يقسم ضمن الأمعاء الغليظة عادة، وأحياناً يتم فصله عن الأمعاء الغليظة كجزء ويعني نقطة فصل ما بين فتحة المخرج والأمعاء الغليظة. هذا الجزء الأول من القناة، عفواً من الجهاز الهضمي الذي يتمثل بالدايجستيف تراكت. الجزء الثاني ذكرنا احنا قبل قليل، ذكرنا انه عمليات الهضم تكون ميكانيكية وكيميائية. الهضم الكيميائي يتم عن طريق انتاج مواد كيميائية سواء انزيمات، احماض، اي مواد كيميائية تساعد او تساهم في عمليات الهضم، لذلك سميت باللواحق appendages. اللواحق المضمنة ضمن الجهاز الهضمي أو اللي تؤدي وظائف في الجهاز الهضمي: salivary glands، الغدد اللعابية، pancreas، البنكرياس، liver، الكبد، gallbladder، كيس الصفراء اللي باللهجة العامية أو اللغة العامية نسميها المرارة، gallbladder، كيس الصفراء. salivary glands الغدد اللعابية وظيفتها الدرجة الأساسية هو إنتاج اللعاب، واللعاب راح يحتوي على أولاً ترطيب الفم، ثانياً يحتوي على الأمايليز الخاص بهضم النشا بالدرجة الأساس والسكريات المعقدة، لكن عمل الأمايليز بالدرجة الأساس على النشا. بنكرياس، ليفر، الكبد. طبعاً بالنسبة للكبد والبنكرياس كلاهما لا تقتصر الوظائف فقط على الجهاز الهضمي، تشترك بعدة وظائف. مثل البنكرياس مثل ما نعرف مسؤول عن تنظيم يعني إنتاج هرمون الأنسولين، وبالتالي تنظيم مستوى الجلوكوز في الدم أو ما نسميه مستوى السكر في الدم، وآلية دخول الجلوكوز إلى داخل الخلايا ومعدل الدخول. إذا كان ضمن المعدل الطبيعي راح يكون مستوى الجلوكوز في الدم ثابت، إذا كان أو يعني نسمي المعدل الطبيعي، إذا حدث نقص في دخول الجلوكوز راح يؤدي إلى ارتفاع تركيزه في الدم، بالتالي نسميه ارتفاع سكر، والحالة المعاكسة إذا كان انخفاض السكر. بالنسبة للليفر الكبد، الكبد إلى عدة وظائف ويشترك مع عدة أجهزة، من ضمنها مثلاً مثل إنه موقع لفلترة أو تصفية الدم. نعم. صوتي قطع ما افتهم اللي بعد. دكتور عفوا الصوت راح. اوكي يا جزء اللي راح بي الصوت. الليبر وصلنا. اوكي الليبر، بالنسبة للليبر الكبد كعضو إلى عدة وظائف، يشترك في الوظيفة مع عدة أجهزة، لا يقتصر فقط العمل ضمن ما ينتج في يعني كمواد اللي تساهم في عمليات الهضم وغيرها. يساهم أيضا في عملية تصفية الدم، يساهم في إنتاج الخلايا المناعية بشكل عام، بالإضافة إلى ذلك إنتاج إنزيمات، السيطرة على أو تنظيم إفراز الميلانين في البشرة. كل هذه الوظائف هي من ضمن وظائف الكبد وغيرها من الوظائف الأخرى. الجول بلادر ما تسمى بالكيس الصفراء، مثل ما ذكرنا أنه باللهجة العامية نسميها المرارة، بالدرجة الأساس راح تعمل على إفراز مواد ملحية تسمى أملاح الصفراء، البايل سولت، أملاح الصفراء. هاي أملاح الصفراء تساهم في عملية هضم الدهون، لكون الدهون مثل ما ذكرناها في محاضراتنا السابقة أنه هي مواد غير ذائبة في الماء، لذلك حتى تتحلل أو تتقطع إلى جزء أجزاء أبسط أو أصغر، المواد الملحية ممكن أن تساهم في هذه العملية. لذلك أملاح الصفراء تأثيرها بالدرجة الأساس على المواد الدهنية ضمن عمليات الهضم. هذا الجزئين مثل ما ذكرنا هسه Digestive Tract and Appendages، هذه الأجزاء اللي تمثل تركيب أو مكونات Digestive System، الجهاز الهضمي. بالنسبة للجهاز الهضمي كمخطط كما موضح أمامكم، يبدأ من فتحة الفم والمريء والبلعوم والمعدة، بعد ذلك الأمعاء الدقيقة والأمعاء الغليظة، وينتهي في فتحة المخرج. هذا التركيب كامل كقناة يسمى بالقناة الهضمية،
اللواحق مثل ما ذكرناها، البنكرياس، الكبد، والغدد اللعابية، احتمالات اللواحق لهذا الجهاز، إضافة طبعاً للكيس الصفراء تقريباً مبين هنا وما يسمى بالجولبلدر. هذا ما يخص الجهاز الهضمي. أكو أي سؤال أو استفسار طلاب؟ لا دكتور واضح. لا واضح دكتور. قبل ما انتقل للجهاز الثاني طلاب، بالنسبه لتقطع الصوت الكل يومكم جاي صوتي يعني يقطع له او مجموعه جاي يسمعون صوتي؟ نعم دكتور. اي دكتور الصوت يعني مالت العمل القناه المغنيه شيء بالهيكل الجسم يعني جاي تشرحها ما اسمع اي شيء. زين اوكي بكل الاحوال ما اعرف لان هو اليوم الخلل هو خلل نت بشكل كامل يعني، فراح احاول قدر المستطاع. انتم اذا صار التقطع كامل او غاب الصوت يمكن انطوني خبر به. صادق احاول، راح احاول امشي المحاضره انه على التسجيل. حاليا هي يتم تسجيل المحاضره، بالتسجيل ما راح تكون، ما راح تعانون من مشكله انه انقطاع النت او غيرها. بالنسبه للجهاز الثاني هو سيركولاتوري سيستم. سيركولاتوري سيستم يعني جهاز الدوران. وظيفة هذا الجهاز function، الوظيفة transporting materials, nutrients, gases and waste to and from tissue and cells. عملية نقل المواد سواء كانت مغذيات، مواد غذائية يعني، أو غازات أو فضلات. جميع المواد مسؤول عن نقلها منه السيركولاتوري سيستم، جهاز الدوران. عملية النقل لا تتم فقط في اتجاه واحد، لا راح تكون في اتجاهين، إلى ومن الأنسجة. ليش نسميها إلى ومن الأنسجة؟ مثلا أبسط مثال بالنسبة للأكسجين، أثناء عمليات الشهيق راح يتم إدخال الأكسجين وين؟ للرئتين. من الرئتين راح ينتقل الأكسجين عبر الحويصلات الهوائية والأوعية الدموية، المهم راح يوصل للسيركولاتوري سيستم، جهاز الدوران. جهاز الدوران بهاي الحالة راح يعمل على نقل الأكسجين إلى الرئتين هي نفسها، إضافة إلى كافة الأجزاء الأخرى من الجسم. إذن أدى عملية نقل الغاز اللي هو كان أكسجين إلى الأنسجة بشكل كامل، الأنسجة والخلايا. بنفس الوقت هاي الأنسجة والخلايا والأنسجة راح بعد عمليات التنفس الهوائي اللي يتم داخلها بوجود الأكسجين راح يتم طرح شنو؟ طرح ثاني أكسيد الكربون. راح يرجع جهاز الدوران بنقل ثاني أكسيد الكربون من الخلايا والأنسجة وين يودي إلى أو ينقله إلى الرئتين، والرئتين بدورها تعمل على طرح هذا ثاني أكسيد الكربون والتخلص منه في عملية الزفير. إذن جهاز الدوران هو مسؤول عن نقل المواد سواء كانت مغذيات أو غازات أو فضلات، أي مواد داخل الجسم المسؤول عن نقلها من نسيج إلى آخر أو من عضو إلى آخر، من جهاز إلى آخر، المسؤول عن النقل هو جهاز الدوران. مكونات هذا الجهاز يتألف من 5 مكونات. المكون الرئيسي والأساسي هو number one heart، القلب اللي يمثل المضخة الأساسية للدم، وبالنتيجة هو المسؤول أو الدرجة الأساس راح يكون مسؤول عن عمليات حركة الدم في الأوعية الدموية كافة، سواء أوردة شرايين أو أوعية دموية شعرية. فينز الشرايين، ارتريز الأوردة، كابيلاريز الأوعية الدموية الشعرية، وأخيرا نمبر 5 بلد الدم. هاي المكونات الخمسة يعني مكونات أو أجزاء جهاز الدوران: هيرت القلب، فينز
arteries, capillaries, and blood. دكتور مو الفين في الأوردة والأرتر شاين شون مو الفين في الأوردة صوت يمي مو واضح من اللي جاي دكتور النقطة الثانية معناها مو الأوردة إذا تكتبي لي السؤال بالمحادثة الفينز الأوردة نعم صح وفاء هي الفينز الأوردة والأرتريز الشرايين الفينز هي الأوردة والأرتريز هي الشرايين وقلت لنا الفينز الشرايين بالشرح ذكرتها بالعكس طبعا الصوت يمي مو واضح ما ادري اذا انا ذكرت لكم ذكرتها بالعكس فالفينز هي الاورده فينز هي الاورده الارتريز هي الشرايين فينز تعني الاورده والارتريز هي الشرايين تمام اذا انا ذاكرها بالشرح الاولي بالعكس ارجع واكد التصحيح مالتها الفينز هي الاورده والارتريز هي الشرايين شكرا لك وفاء كابيلاريز تعني الاوعيه الدمويه الشعريه بلد تعني الدم كمخطط هو هذا مخطط لجهاز الدوران مخطط لجهاز الدوران القلب هو المضخه الاساسيه للدم تفاصيل القلب وتفاصيل مكونات الاوعيه الدمويه سواء كانت اورده شرايين او شعريه نفس البلاد راح تاخذوها ما بين ماده التشريح لهذا العام وممكن تكونوا انتم اخذتوها وما بين ماده الهيستولوجي في السنه القادمه ان شاء الله لكن احنا هنا ارجع واذكر ان مادتنا مجرد ماده اساسيه نمضي بها رؤوس النقاط فقط هذا ما يخص جهاز الدوران طلاب الصوت يمكم واضح لو ايضا جاي تعانون من التقطع لحد الان واضح دكتور واضح دكتور انا استني دخلت المحاضره كل شوي جاي يفصل اوكي ما في مشكله حاولوا تتابعون ويانا يعني دكتور ما شوي واضح ولا هيقطع اذا تمام واضح ويقطع حسب النت لما يكون ما ادري اليوم اكو خلل بالنت بحيث اعتقد نعم دكتور على كل حال للعلم يعني انا هسه يمي الواي فاي اصلا مو شغال ما اخذ انا يمكنك على الموبايل ما تفرض على البيانات على كل حال راح ننتقل للجهاز الثالث وهو النيرفوس سيستم النيرفوس سيستم يعني الجهاز العصبي بالنسبه لي الجهاز العصبي يعتبر من أهم الأجهزة في جسم الإنسان السبب في ذلك جميع أجهزة الجسم عملها كسيطرة المسيطر على عملها وتنظيم عملها كتنظيم عمل هو الجهاز العصبي وظيفة الجهاز من خلال وظيفة الجهاز أو الجهاز العصبي راح نفهم كمية السيطرة الموجودة وإن كانت هي بشكل مختصر. gathers number one gathers and interprets nervous signals جمع أو تجميع وتفسير جمع gathers يعني جمع أو تجميع interprets
تعني تفسير أو شو نسميها ترجمة أو تفسير أفضل ما نقول تفسير جميع الإشارات العصبية يعني أي جزء من جسم الإنسان مثلا يتعرض إلى وخزة معينة مباشرة سرعة الحوافز والإعازات العصبية سريعة جدا، لذلك مباشرة راح يكون هنالك تجميع لهذه الإشارة العصبية اللي نسميها حافز. بهذه الحالة مباشرة راح يكون أيضا شنو عملية تفسير وإطلاق رد فعل ضد هذا الحافز بصيغة إعاز. راح يستلم حافز ويرد بصيغة إعاز، مثلا كحركة لا إرادية جسم الإنسان إذا يتعرض لأي جسم ساخن، نار أو مثلا جمرة أو أي مادة يعني ساخنة، مباشرة راح نلاحظ الإحساس بالألم مع ردة فعل هي عملية مثلا سحب اليد إذا كانت اليد هي المتعرضة أو أي جزء من جسم الإنسان متعرض لهذا التأثير، راح نلاحظ حدوث ردة فعل لا إرادية. المسؤول عن هذه العملية بشكل كامل هو الجهاز العصبي، عن استلام الحافز وتفسير هذا الحافز وردة الفعل بشكل إعاز للعضو أو الجزء اللي تأثر بهذا الحافز. كل هاي الآلية هي المسؤول عنها هو النيرف سيستم، الجهاز العصبي. Number two, response to nervous signals، الاستجابة إلى الإشارات العصبية. بالمناسبة هنا signals تجي تكون silent مثل ما ذكرت هسه بالنقطة الأولى، لما يتواجد حافز ويوصل للجهاز العصبي أو للدماغ وفسر هذا الحافز أو هذا التأثير، هل هو إيجابي هل هو سلبي، شنو ردة الفعل المطلوبة؟ راح تتم مباشرة أيضا من قبل الدماغ باتجاه معاكس حتى تتم عملية ردة الفعل اللي نسميها بشنو؟ Response الاستجابة، Response to nervous signals الاستجابة للإشارات العصبية. Number three, helps maintain hemostasis، المساعدة في الحفاظ على عملية التوازن. طبعا هنا التوازن مو فقط توازن الجسم، توازن جميع الأجهزة وعملها. يعني مثلا نبضات القلب، احنا نعرف تقريبا المعدل الطبيعي لنبضات القلب هو 72 نبضة في الدقيقة، تقريبا هو هذا المعدل الطبيعي. اللي يساعد فيه او اللي يساهم في السيطرة على هذه النبضات بالدرجة الأساس صحي عضلة القلب، نسميها انه هي حركتها لا إرادية وكل هاي الأمور، لكن اللي يسيطر على عملها بالدرجة الأساس كتنظيم ضربات زيادة او نقصان هو الجهاز العصبي. مثلا حدوث نقص في الأكسجين داخل الجسم راح يؤدي الى زيادة نبضات القلب حتى يعوض الأكسجين في الخلايا والأنسجة. حالات بذل الجهد ايضا راح تتطلب طاقة اكثر، بالتالي استهلاك أكسجين اكثر، استهلاك مغذيات اكثر، راح يزداد معدل مثلا الشهيق والزفير عن الحالة الطبيعية. هاي التوازنات او هاي الزيادات والانخفاضات اللي تتم داخل الجسم واللي هي لا إرادية بين قوسين، المسيطر عنها هو الجهاز العصبي النيرفوس سيستم. طلاب النقطة الثالثة واضحة يمكن؟ نعم دكتور. تمام، هاي كوظائف للجهاز العصبي. طبعا للعلم احنا حتى هنا ارجع اذكر انه احنا يعني هو كل جهاز من هذه الاجهزة كآلية عمل ووظائف ومكونات، والمكونات الدقيقة إلى يعني مثلا هو جهاز متكون من اعضاء، الاعضاء تتكون من انسجة، الانسجة تتكون من خلايا. اذا اريد ناخذها بهذا التفصيل فكل جهاز ممكن يكون فصل كامل من كتاب اذا مو اكثر. لكن ارجع واذكر انه احنا محاضراتنا مجرد محاضره اساسيه للتعريف في الاجهزه بشكل عام ومكونات الاساسيه ووظائفها الاساسيه فقط. نروح الى موضوع الكومبوزيشن، التركيب او المكونات. بالنسبه للنيرف سيستم الجهاز العصبي ايضا راح يتكون من جزئين اساسيين،
الجزء الأول نسميه Central Nervous System. Central Nervous System كرمز حتى يرمز له بـ CNS. CNS Central Nervous System. Central Nervous System الجهاز العصبي المركزي. الجهاز العصبي المركزي من شون راح يتألف؟ راح يتألف أيضا من جزئين اللي هو البرين الدماغ and spinal cord والحبل الشوكي. الدماغ والحبل الشوكي هذا الجزء الأول من الجهاز العصبي Central Nervous System Brain and Spinal Cord. نيجي للجزء الثاني. الجزء الثاني يسمى Peripheral Nervous System الجهاز العصبي المحيطي. Peripheral تعني محيطي. Peripheral Nervous System الجهاز العصبي المحيطي كرمز يرمز له بالـ PNS. إيش راح يتضمن؟ راح يتضمن Nerves and Nervous Ganglia يتضمن الأعصاب والعقد العصبية. يتضمن الأعصاب والعقد العصبية هاي مكونات الجهاز العصبي بشكل رئيسي وبشكل أساسي ومختصر. يتألف من جزئين Central Nervous System and Peripheral Nervous System. الجهاز العصبي المركزي راح يتألف من Brain and Spinal Cord الدماغ والحبل الشوكي. بالنسبة للPeripheral Nervous System الجهاز العصبي المحيطي يتألف من Nerves and Nervous Ganglia. طبعا Ganglia هنا هو جمع عقد عصبية. المفرد منه هو Ganglium. Ganglium هو المفرد. Ganglia الجمع. هاي مكون وظائف ومكونات الجهاز العصبي. كمخطط هو هذا مخطط للجهاز العصبي. هذا هنا هو الدماغ وهذا الحبل الشوكي. من الحبل الشوكي راح تمتد منه راح تمتد الأعصاب وتتواجد أيضا العقد العصبية ضمن أجزاء الجهاز العصبي المحيط. الأعصاب اللي راح تمتد بشكل أزواج أيضا راح تأخذوها بشكل مفصل في مادة التشريح وكمكونات إلها كنسيج تأخذوها إن شاء الله في السنة القادمة في مادة الهيستولوجي. ليش احنا هنا دكتور عفوا نعم عفوا اسف على المقاطعه دكتور بس عن قبلها الفانكشنز الوظائف نعم مال النيرفس سيستم سيجنالز لو سينجلز سينجلز هنا اشارات للمفردات القصد بها يعني احاديه كل واحده واحده سينجلز اشارات ها هي اوكي تمام يعني سيجنالز اشارات تمام بس احنا بجي تكون سايلنت اوكي ما نسميها سيجنالز نسميها ساينالز تمام اي تمام الجي شكرا دكتور جي تكون سايلنت في لفظ الاشارات نسميها ساينالز اوكي تمام بالنسبه للجهاز العصبي المركزي ك سمي بالمركز اللي يتواجد فيه المركز اللي هو في مركز الجمجمة هنا يتمثل بالدماغ ويمتد كجزء مركزي داخل الجسم على محور الجسم بين قوسين ضمن تجويف الفقرات أو تجويف العمود الفقري يعني هذا الحبل راح يكون محمي بمن محمي بالفقرات نفسها تجويف الفقرات من فقرة إلى فقرة راح تكون الأنبوب العصبي راح يحتوي على هذا الحبل الشوكي من الحبل الشوكي راح يعني تتكون ما تسمى بالأعصاب نحو الأطراف العليا نحو الأطراف السفلى نحو أجزاء الجسم بشكل عام بشكل أزواج فبالنتيجة اللي الأعصاب اتجهت باتجاه منه باتجاه محيط الجسم لذلك سمي بالبيريفيرال محيطي بيريفيرال نيرفس سيستم بينما الدماغ والحبل الشوكي مركزها او تواجدها وين راح يكون في وسط الجسم يعني متموضع كانه هي وسط المحور محور الجسم لذلك سميت بالسنترال نيرفس سيستم الجهاز العصبي المركزي اوكي راح اعيد بالنسبه للنيرفس سيستم مثل ما ذكرنا يتكلف من جزئين سنترال نيرفس سيستم اند بيريفيرال نيرفس سيستم السنترال نيرفس سيستم يتمثل بالبرين اند سباينال كورد الدماغ والحبل الشوكي سمي بالسنترال نيرفس سيستم بسبب الموقع يتواجد فيه المركز في مركز الجسم في محور الجسم
سواء من الجمجمة وبامتداد الجسم. هذا المحور أو ما يسمى بالحبل الشوكي، هذا الحبل الشوكي راح يتواجد في الأنبوب العصبي. الأنبوب العصبي هو عبارة عن تجويف ناتج من تجويف الفقرات، التجويف الوسطي لكل فقرة من الفقرات بامتدادها مع بعض راح يكون أنبوب عصبي داخل العمود الفقري. داخل هذا الأنبوب راح يتواجد منه يتواجد الحبل الشوكي. الفقرات راح تكون مسؤولة عن حماية هذا الحبل الشوكي. فبالنتيجة لاحظ موقع هذا الحبل الشوكي هو في مركز الجسم صاير، الدماغ أيضا في مركز الجسم إذا أريد نأخذه يعني مركز الرأس. فبالنتيجة سمي هذا الجزئين الأساسيات كموقع Central Nervous System. طبعا كوظيفة، الوظيفة المسؤول الرئيسي عن تفسير الحوافز، تفسير الحوافز وإعطاء الاستجابات وإعطائها هو الدماغ المسؤول عن نقل الحوافز والإعازات. احنا الحافز شنو؟ الحافز يعني هو المؤثر من اي جزء في الجسم الى الدماغ، هذا نسميه حافز. وخزة، ألم، اي مثلا مادة يعني ارتفاع درجة الحرارة او سخونة، مادة ساخنة، مادة باردة خارجي، اي مؤثر خارجي. نعم، انتقال المؤثر الخارجي من اي جزء من الجسم الى الدماغ هذا نسميه حافز. ردة الفعل او الاستجابة اللي تحدث من الدماغ باتجاه الحبل الشوكي الى الاعصاب هاي راح نسميها اعاز. تمام، فهذا نسميه حافز وهاي نسميها اعاز. المسؤول عن تفسير الحوافز واعطاء الاعازات من هو الدماغ بحسب الاجزاء مالت الدماغ. كل جزء مسؤول عن اجزاء معينه او حواس معينه او فعاليات معينه. المسؤول عن نقل الحوافز والاعازات كنقل هو الحبل الشوكي والاعصاب المرتبطه به. الاعصاب الكون هي راح تتفرع من الحبل الشوكي باتجاه محيط الجسم، باتجاه الجزء الايمن والجزء الايسر من الجسم. بالتالي سميت الاعصاب بهذه الحاله شنو؟ سميت بضمن ما يسمى بالبيريكلوم سيستم، الجهاز العصبي المحيطي. هذا ما يخص الجهاز العصبي. اكو عندكم اي سؤال او استفسار طلاب؟ طلاب عندكم اي سؤال او استفسار عن الجهاز العصبي؟ دكتور جدا واضح. اوكي تمام دكتور. دكتور عيد الوظيفه الثالثه. الوظيفه الثالثه helps maintain hemostasis. هوميستاسيس يعني المساهمة أو المساعدة في حفظ التوازن. التوازن كتوازن جسم بشكل عام طبعا هنا من خلال وجود تركيب الأذن الوسطى والداخلية أيضا تكون هي مساهمة في عملية توازن الجسم. وتوازن كل تفاصيل الجسم، وظائف الجسم، أي وظيفة داخل الجسم المسؤول عن توازنها هو الجهاز العصبي. المسؤول عن تنظيمها هو الجهاز العصبي. مثل ما ذكرنا إذا الجسم مثلا بذل جهد معين راح هذا الجهد يستهلك طاقة. استهلاك الطاقة ايش راح يستهلك؟ راح يستهلك أكسجين. ليش؟ يعني احنا الطاقة جاي تنتج باستهلاك الأكسجين، أكسدة المواد الغذائية، بالتالي يتم استهلاك الأكسجين وطرح أو إنتاج ثاني أكسيد الكربون. فبهاي الحالة ايش راح يحتاج الجسم؟ يحتاج إلى زيادة معدلات الشهيق والزفير حتى يتمكن من إدخال كمية أكثر من الأكسجين وطرح كميات أكبر من ثنائي أكسيد الكربون. ليش؟ يعني كمية الأكسجين اللي دخلت أكيد راح تقابلها كمية ثنائي أكسيد كربون منتجة. فهذه هاي العملية، هاي الموازنة، من المسؤول عن موازنتها؟ النيرفوس سيستم، الجهاز العصبي. مثلاً معدل ضربات القلب، معدل ضربات القلب كنبضات اعتيادية 72 إلى 73 ضربة في الدقيقة، هذا المعدل الطبيعي. ممكن أن تزداد أو تنخفض معدل ضربات القلب خاصة إذا كانت وجود هنالك جهد أو نقص في الأكسجين. شنو اللي راح يحدث؟ راح يحدث زيادة في معدل ضربات القلب. المسؤول عن هذا التنظيم هو أيضا الجهاز العصبي. فعمليات الموازنة داخل الجسم، أي عملية موازنة
داخل الجسم أو توازن وظيفي داخل الجسم المسؤول عن تنظيمها، وأي جهاز آخر مسؤول عن تنظيم عمله هو الجهاز العصبي. يعني مثلا حتى الشهيق والزفير للرئتين، معدل الشهيق والزفير هو أيضا ثابت، المسؤول عن هذا المعدلات أو تنظيم هذا المعدلات هو الجهاز العصبي. زيادة الشهيق والزفير أيضا هو مسؤول عنها الجهاز العصبي، لما تجي حوافز من داخل الجسم إنه حدوث نقص مثلا في الطاقة راح ينطي إعاز إلما للرئتين بزيادة معدل الشهيق والزفير. ليش؟ حتى يدخل أكسجين أكثر وخروج ثاني الكربون. زيادة نبضات القلب مثلا حتى يتم عملية ضخ الدم أكثر بكميات أكثر وأسرع إلى أجهزة الأجهزة والأنسجة والخلايا. فهاي العمليات كلها والمسؤول عن تنظيمها ويبقى الجسم متوازن هو الجهاز العصبي. بعد أكو سؤال أو استفسار طلاب؟ لا دكتور. نعم الحمد لله دكتور. نجي للجهاز الرابع وهو excretory system. excretory system جهاز الإخراج أو جهاز الإبراز. كوظائف function number one removes waste products from cellular metabolism urea water CO2 etc. الوظيفة الأولى، الوظيفة الأولى هي عملية تخلص أو طرح الفضلات الناتجة من الأيض الخلوي. عمليات الأيض أي عملية تحدث داخل الخلايا راح يكون فيها جزء مفيد وجزء ضار. الجزء المفيد يتم الاستفادة منه داخل الجسم، الجزء الضار يجب التخلص منه. مثال ذلك مثلا اليوريا، مثلا الماء الزائد CO2 وغيرها، أي فضلات صلبة سائلة غازية يتم طرحها عن طريق جهاز الإخراج أو جهاز الإبراز. جهاز الإبراز هنا راح نلاحظ تشترك به عدة العديد من الأعضاء اللي هي ضمن أجهزة أخرى بعد قليل راح نأخذها بالكمبوزيشن. الوظيفة الثانية فلترز بلود، يعمل على ترشيح أو ترشيح الدم، يعمل على ترشيح الدم. القصد هنا بعملية ترشيح الدم يعني شبه عزل إنه هاي المادة مفيدة هاي المادة مضرة، هاي المادة المفيدة تروح لفلان جزء، هاي المادة الضارة تروح إلى العضو الفلاني حتى يتم طرحها. مكونات جهاز الإبراز، إحنا مثل ما ذكرنا الفضلات قد تكون صلبة قد تكون سائلة قد تكون غازية. هذه الفضلات بالنتيجة بغض النظر عن طبيعة المادة لازم يتم أو يجب التخلص من هذه الفضلات. مكونات جهاز الإبراز من ضمنها مثلا الكيدنيز، الكليتين. الكليتين من أهم الأعضاء المتواجدة في جهاز الإبراز، طبعا أيضا هي تشترك في ما يسمى بالجهاز البولي والجهاز الإبراز. بالنسبة للكلية تعمل على تخليص الجسم من اليوريا المتكونة في الدم بالإضافة إلى الماء الزائد كلها والأملاح، طبعا أيضا ممكن تكون أملاح زائدة فأيضا عن حاجة الجسم، فيتم التخلص منها عن طريق الكليتين، عن طريق اليورين أو ما يسمى بالبول أو الإدرار. المكونات الأخرى والأجزاء الأخرى المرتبطة بالكليتين مثلا أو الأجزاء الأخرى من الجهاز الإبراز، يورتريز الحالبين، بلادر المثانة، وفرقوا ما بين مصطلح بلادر، بلادر المثانة، جول بلادر كيس الصفراء، بلادر المثانة والجول بلادر كيس الصفراء، يورثرا الإحليل. نيجي هنا مثلاً اللنجز الرئتين. الرئة. مثل ما ذكرنا عملية التخلص تتم عن طريق التخلص من ثاني أكسيد الكربون أو طرح ثاني أكسيد الكربون.
الجزء الآخر أو العضو الآخر اللي يتواجد ضمن الاكسكريتوري سيستم هو السكن between two brackets sweet glands أو الغدد العرقية. الغدد العرقية. شلون طلاب؟ دكتور قال لك سكن الجلد. العفو دكتور قلت أنا الغدد العرقية جلدية. تمام. الغدد العرقية. بالنسبة لمادة العرق نفسها والتعرق عدة وظائف، تخلص من الأملاح الزائدة، تخلص من الماء الزائد. بالنتيجة هذا لما نتخلص من الماء أو الأملاح راح يصبح عدة نسميها بعملية التوازن الملحي أو المحتوى الملحي داخل الجسم. طبعا مو فقط عن طريق التعرق، لا، الكليتين أيضا تشتركي بالدرجة الأساسية بهذا الموضوع، لكن السكن أيضا يساهم بهذا الجزء عن طريق السويت جلانس الغدد العرقية. العرق هنا ما نقدر نعتبره فقط فضلات، ما نقدر نعتبره فقط إبراز، لا، ممكن يكون أيضا هو عبارة عن إفراز، يعني راح يحمل مواد كيميائية تعمل على حماية الجلد، راح يحمل مواد كيميائية معينة يعمل على حماية الجلد من الإصابات، يقوم بترطيب الجلد أيضا. جيد، بالإضافة إلى ترطيب الجلد، بالإضافة إلى يعمل على توازن درجات الحرارة والحفاظ على درجات الحرارة كجزء من التنظيم أيضا. يعني مثلا لما ترتفع درجات الحرارة راح نلاحظ أن زيادة معدل التعرق، السبب في ذلك عملية تبخر الماء المتواجد في العرق يؤدي إلى خفض درجة حرارة الجسم نوعا ما، فبالتالي أيضا يساهم في عملية تنظيم درجة الحرارة. كل هذه التفاصيل اللي ممكن، لذلك المواد قد تكون إفرازية، قد تكون فقط إبرازية، أو قد تكون هي إبرازية إفرازية بحسب ما تحتويه وبحسب ما يتم من تأدية الوظائف لهذه المواد. الجزء الأخير اللي هو الليفر، بالنسبة للليفر الكبد يشترك أو يساهم في العديد من الأجهزة، يساهم في الكثير من الوظائف، منها حتى وظائف كيميائية ما تخص يعني مثلا خزن المواد السكرية بصيغة الجلايكوجين، يعني هذه عمليات الخزن مثلا، يساهم في مثل ما ذكرنا السيطرة أو تنظيم على إفراز الميلانين في البشرة، صبغة الميلانين في البشرة، إنزيمات خاصة في الكبد يكون عملها داخل، تصفية الدم أيضا بسبب يعني انتقال الدم من بعد امتصاص المواد المغذية أو الغذائية من قبل الأمعاء، يعني الأوعية الدموية المحيطة أو الأوعية الدموية المسارقية راح تكون محملة بالمواد الغذائية. بنفس الوقت ممكن يكون هناك دخول لأجسام ميكروبية أو جراثيم أو عوامل ممرضة ممكن أن تدخل عن طريق الرئتين، ممكن يعني مو بالشرط انه تتم معالجة داخل الكبد، مرات تكون لا هي سبب اصابة الكبد بهذه الاحياء المجهرية، واحيانا لا تتم معالجتها من قبل الكبد. بالنسبة لجهاز الابراز بشكل عام اذا اريد نوضحها، طبعا هنا بالدرجة الاساسية مركز على الجهاز البولي في هذا المخطط، لكن جهاز الإبراز يضمن أيضا حتى إبرازه والتخلص من القنوات عن طريق الفضلات الصلبة عن طريق الجهاز الهضمي أو القناة الهضمية، أيضا يعتبر من ضمن جهاز الإبراز ما يتم طرحه من القناة الهضمية. فبالنتيجة كلمة الإبراز ما نقدر نحددها فقط في جزء واحد أو جهاز واحد، لا، هي مجموعة أعضاء منتشرة في أجهزة مختلفة تؤدي أو تعمل على تخليص الجسم من الفضلات بكافة حالاتها الفيزيائية سواء كانت صلبة سائلة أو غازية. لحد الآن أكو أي سؤال أو استفسار طلاب عن الجهاز الإبراز؟ لا دكتور، واضح. ننتقل إلى الجهاز الخامس respiratory system، الجهاز التنفسي. function الوظيفة
takes in oxygen and removes carbon dioxide and water. الصوت يقطع. Okay, راح أعيد. Respiratory system, الجهاز التنفسي. Function, الوظيفة. Takes in oxygen and removes carbon dioxide and water. يعمل على ادخال الأكسجين أو أخذ الأكسجين وطرح ثنائي أكسيد الكربون والماء. طرح ثنائي أكسيد الكربون والماء. طبعاً الماء هنا يخرج عبارة عن بخار ماء وليس قطرات ماء، أو يعني بالحالة الماء بالحالة الغازية وليس الحالة السائلة، يكون بصيغة بخار ماء. بالنسبة لطرق التوازن، يعني التوازن الملحي أو التخلص من الماء الزائد داخل الجسم، داخل الجسم الدرجة الأساس أو الرئيسية هي عن طريق الكليتين وطرح البول، هذا الدرجة الرئيسية. تليها هو موضوع التنفس أو الزفير عن طريق الزفير، بالإضافة إلى التعرق. هاي الثلاث طرق الأساسية الرئيسية المهمة في عملية التوازن الملحي وتوازن الماء. طبعا الزفير ما له علاقة بالتوازن الملحي، فقط انه يتخلص من الماء الزائد بصيغة بخار ماء، بينما اليورين البول والسويت العرق راح يكون محمل بمواد ملحية ايضا، مو فقط ماء، انما تكون مواد ملحية ذائبة في الماء، فبالتالي راح يخلصنا من الماء الفاض، بالإضافة إلى المحافظة على التوازن الملحي داخل الجسم. مكونات الـ composition of respiratory system، مكونات الجهاز التنفسي. Number one nose، الأنف أو فتحة الأنف، تريكيا، برونكي، برونكيوز يعني القصبة والرغامي والقصيبات الهوائية، الفيولي. الفيولي تعني الحويصلات. كلمة الفيولي أو الفيولر تعني حويصلات أو حويصلي، دائما حتى إذا أشكال حويصلية نسميها الفيولر، لكن فقط تواجدها كالفيولي تمثل هي بالدرجة الأساس كمصطلح يستخدم للحويصلات الهوائية. الحويصلات الهوائية لانس، الرئتين. طبعا الالفيولي والبرونكيوز راح تتواجد داخل الرئتين، كلاهما راح تتواجد داخل الرئتين، بالأخص السمول برونكيوز أو المايكرو برونكيوز القصيبات الهوائية الدقيقة، والألفيولي الحويصلات الهوائية. لاحظوا هنا اللنكس، مثلا اللنكس هنا تم احتسابها ضمن جهازين، مرة بالرسبيراتوري سيستم يكون مسؤول عن عملية تبادل الغازات مع المحيط الخارجي بين الجسم والمحيط الخارجي، ومرة ذكرت ضمن الإكسكريتوري سيستم ضمن الجهاز الإبرازي كونها تعمل على تقليص الجسم من ثنائي أكسيد الكربون. بالنسبة للليبر يذكر في أكثر من جهاز، مثل ما ذكرنا في الجهاز مثلا الهضمي، ذكر أيضا في جهاز الإبراز، ويذكر أيضا مثلا في جهاز المناعي. لما نتكلم عن الإميون سيستم، جزء من الإميون سيستم راح يتواجد بها هو الكبد. لذلك الأعضاء أحياناً وجود أعضاء لا يقتصر عملها فقط على جزء معين أو جهاز معين، لا، ممكن أن تؤدي وظائف في أكثر من جهاز، لذلك تحتسب في الأجهزة حسب الوظائف التي تقوم بها. بالنسبة لمخطط جهاز التنفسي مثل ما ظهر أمامكم، يبدأ من فتحات الأنف. طبعاً أكيد هو هنا نعرف وجود التحام ما بين القناة الهضمية، عفوا فتحة الفم أو تجويف الفم وليس القناة الهضمية، فتحة الفم والقناة التنفسية، وتستمر بالرغام والقصبة الهوائية والقصيبات الهوائية وصولا إلى الحويصلات. هذا هنا صورة مكبرة للحويصلات الهوائية. في هذه الحويصلات الهوائية اللي راح يتم إنه هاي الحويصلات تكون غنية بالأوعية الدموية الشعرية. الحد وصول الحويصلات هنا راح يدخل الأكسجين، يتم هنا في موقع الحويصلات إعطاء الدم أو الأوعية الدموية، راح يتم تزويدها بالأكسجين وأخذ ثنائي أكسيد الكربون يتم طرحه خارجاً.
عملية التبادل الغازي هنا تتم بعملية الانتشار. عملية التبادل الغازي تتم حسب قوانين الانتشار اللي هو انتقال المادة من تركيز أعلى إلى تركيز أقل أو تركيز أدنى. لحد الآن أكو أي سؤال أو استفسار طلاب؟ عفوا دكتور. نعم. بس بالنسبة للمخططات همين نحفظها كتأشير لو بس نطلع عليهم؟ لا فقط للإطلاع عليهم. هاي المخططات كتأشير وإجزاء وحفظها بشكل دقيق هو ضمن مادة التشريح. نعم دكتور تمام. هنا مجرد أنه للإطلاع تكون حتى نوضح هاي المادة. مادة التشريح كل جهاز تأخذونه تقريبا بمحاضرة مفصولة إذا وأحيانا إذا كان تفاصيل الجهاز بأكثر تأخذ محاضرتين أو أكثر. شكل دقيق. بالنسبة للجهاز التنفسي أكو أي سؤال أو استفسار؟ راح ننتقل إلى الجهاز الأخير وهو السكيليتال سيستم، جهاز الهيكلي. سكيليتال سيستم. لا دكتور واضح. تمام. السكيليتال سيستم هو الجهاز الهيكلي. فانكشن بالنسبة لوظيفة الجهاز الهيكلي أو الهيكل العظمي بين قوسين، protects organs حماية الأعضاء. نيجي هنا حماية الأعضاء، مثلا الدماغ وين متواجد الدماغ؟ داخل الجمجمة، داخل السكيليتون. السكيليتون هنا أو الجمجمة تعمل بالدرجة الأساس على حماية الدماغ، يكون الدماغ مثل ما ذكرنا هو مركز السيطرة على الجسم بشكل كامل. وجود القفص الصدري يحافظ على القلب، الرئتين، الكبد والأعضاء المتواجدة داخل الصدر. وجود الفقرات كحماية تحملنا الحبل الشوكي للمؤثرات الخارجية. إذن بالنتيجة هذه الأعضاء بشكل عام أو الجهاز الهيكلي، جزء من وظيفة الجهاز الهيكلي هي حماية الأعضاء، protect organs حماية الأعضاء، يحمي الأعضاء. Number two, provides shape and support، يعطينا الشكل بالإضافة إلى الدعامة أو الإسناد. مثل ما ذكرنا هسه مثلاً وجود الجمجمة كوظيفة أولى هي إيش راح تعطينا؟ راح تعطينا حماية للدماغ والجهاز العصبي بشكل عام، الأجزاء المتواجدة مثل العيون غيرها أيضاً متواجد داخل الجمجمة، بالتالي هي حماية. الفقرة الثانية بحسب شكل الجمجمة راح يكون شكل الرأس، بحسب شكل الجمجمة راح يكون شكل الرأس. حتى التغيرات البسيطة التي تحدث في الشكل أثناء النمو، أثناء يعني الأطوار من طور الجنين وصولا إلى طور البالغ، هذه التغيرات أيضا شكل الرأس هو محكم بشكل الجمجمة نفسها. شكل الجسم مثلا الصدر، الأكتاف، الأطراف العليا، الأطراف السفلى، جميعها من حيث أطوالها، سمكها أو أقطارها، قوتها، كلها معتمدة في شكلها على الجهاز الهيكلي. بالتالي إذن هو راح يجهزنا بالشكل والإسناد. Number three, stores materials, fats and minerals، يعمل على حفظ المواد أو خزن المواد، بعض المواد، مثال ذلك الدهون والمعادن. الدهون طبعا جدا قليل هذا الموضوع، لكن موجودة بكل الأحوال، وجود الخلايا الدهنية مرتبطة بالجهاز الهيكلي. المينيرالز هذا بالدرجة الأساس، وجود العناصر المعدنية، وجود العناصر المعدنية، أهم العناصر اللي هي الكالسيوم، الحديد، الفسفور. هذه العناصر ممكن أن تخزن وتستخدم عند الحاجة، مو بكميات جدا عالية، مثلا مو النقص الحاد راح يعوضها العظام، ما ممكن راح تعوض النقص الحاد، لكن النقص البسيط ممكن أن تعوض من العظام، الكون تكون هي ضمن تكوينها وجود الكالسيوم، الحديد، الفسفور، لذلك ممكن الاستفادة منها من هاي المواد قبل دخولها في تركيب العظام نفسه. Number four, produces blood cells، إنتاج خلايا الدم.
وهنا هاي وظيفة جدا مهمة يقوم بها البون مرو. البون مرو نقي أو نخاع العظم، يحتوي على عدد كبير جدا من الستيم سيلز، ما تسمى بالخلايا الجذعية. هاي الستيم سيلز الخلايا الجذعية تتحول إلى ما نسميها بالأرومات، وثم تعاني من عدة تحولات وصولا إلى إنتاج خلايا الدم، سواء كانت الكريات الدم الحمر أو خلايا الدم البيضاء. أكثر خلايا ممكن نعوضها نقي العظم هي كريات الدم الحمراء أو خلايا الدم الحمر، والخلايا اللمفية المتواجدة، يعني خلايا الدم البيضاء أو الخلايا نسميها اللمفية اللي هي نوع من خلايا الدم البيضاء، يكون تعتبر هي خلايا مناعية سواء كانت T أو B. إذا بالنتيجة produces blood cells إنتاج خلايا الدم، طبعا بالإضافة إلى الصفحات الدموية أيضا. النقطة الخامسة والأخيرة 5 allows movements، يسمح بعملية الحركة. طبعا هنا الحركة راح تشترك أو يشترك مع الجهاز الهيكلي الجهاز العضلي. الجهاز الحركي كجهاز حركي إذا أريد نسميه، الجهاز الحركي يتألف من الجهاز الهيكلي بالإضافة إلى الجهاز العضلي. الطاقة تكون من الجهاز العضلي، والدعامة أو الهيكل هو استخدامه راح يكون الجهاز الهيكلي. إذن بالنتيجة أيضا راح يساهم في عملية الحركة. نيجي بالنسبة للكومبوزيشن، التركيب راح يتألف من البونز اللي هي العظام، كارتليج الغضروف بكافة الأنواع، الأنواع الثلاثة، الغضاريف البيضاء والشبكية والمطاطة. اللايمنتس اللي هي الأربطة والأوتار. إذن هاي هي مكونات الجهاز الهيكلي. مكونات الجهاز الهيكلي كمخطط مثل ما تشاهدون أمامنا، هو هذا مخطط الجهاز الهيكلي أو الهيكل العظمي لجسم الإنسان، ابتداء من الرأس أو الجمجمة وصولا إلى القدمين. لاحظ أنه وجود مثلا الجمجمة راح تحمي الدماغ مثل ما ذكرنا، العيون، وجود القفص الصدري راح يؤدي إلى حماية القلب، الرئتين، الكبد، إعطاء الشكل للجسم بشكل عام، إسناد الجسم، المساهمة في الحركة. إذن هذه هي وظائف الجهاز الهيكلي بشكل عام ومكونات. المكونات بالدرجة الأساسية، الجزء الأساسي المهم هي البونز العظام، الكارتليج الغضاريف أيضا جزء آخر. الغضاريف عادة تتواجد في المفاصل، تتواجد ما بين نقاط التقاء العظام مع بعضها لتقلل من عملية الاحتكاك ما بين العظام نفسها. طبعا معروف من أكثر الآلام اللي ممكن أن تصيب جسم الإنسان هو حدوث تلف في الغضاريف، سواء تلف جزئي أو كامل. سبب في ذلك تصبح هناك عملية احتكاك ما بين العظام نفسها، وتأثر الأنسجة المحيطة بهذا الاحتكاك، وبالتالي حدوث الألم بشكل كبير جدا. وجود الأربطة والأوتار اللي تعمل على ربط العظام مع بعضها، بالإضافة إلى ربط العضلات بالعظام لتكوين الجهاز الحركي، يساهم أو يكون مسؤول عن حركة جسم الإنسان سواء كانت حركة انتقالية أو موضعية. أكو أي سؤال أو استفسار عن الجهاز الهيكلي طلاب؟ لا دكتور واضح. أوكي، إذن كمراجعة سريعة لمحاضرتنا لهذا اليوم. محاضرتنا هي كانت بعنوان Human Body Systems، أجهزة جسم الإنسان. ذكرنا وجود الدايجستيف سيستم، الجهاز الهضمي، يتألف من جزئين، دايجستيف تراكت أند أبندكس، يتألف من القناة الهضمية واللواحق. بالنسبة للجهاز الثاني هو circulatory system، جهاز الدوران، يتألف من heart، قلب، veins، الأوردة، arteries، الشرايين، capillaries، الأوعية الدموية الشعرية، و blood اللي هو الدم. الجهاز الثالث مثل ما ذكرنا هو النيرفوس سيستم،
مكونات النيرفوس سيستم هو سنترال نيرفوس سيستم اند بيريفيرال نيرفوس سيستم، الجهاز العصبي المركزي والجهاز العصبي المحيطي. بالنسبه للاكسكريتوري سيستم، جهاز الابراز مسؤول عن تخليص الجسم من كافه الفضلات بغض النظر عن طبيعتها الفيزيائيه للماده، سواء كانت صلبه سائله او غازيه. من ضمن الاعضاء المسؤوله عن عمليات الابراز او تخليص الجسم من الفضلات هي الرئتين، الكليتين، الجلد والاجزاء المرتبطه بها. الكبد ايضا جيد. طبعا بالنسبه للكبد ما راح يكون هو مسؤول مباشر، يعني اكو مواضيع مثل ازاله السميه غير، لكن راح يكون ايضا يعمل على نقلها باتجاه الدم، وبالتالي الدم يرجع الى الكليتين وحدوث الترشيح، وبالتالي طرح المواد عن طريق البول او الادرار. يعني دكتور عمل فرعي بشكل رئيسي بشيء. نعم. الكبد هو يكون شيء فرعي، يعني مو شيء اساسي. لا، مو هو الاتصال المباشر بالتخليص. مثلا عندنا القصد به انه مثلا الجلد مباشرة راح يطرح الفضلات تحت خارج الجسم، صح؟ زاد والأملاح عن طريق التعرق. الكليتين بالأعضاء بالقنوات المرتبطة بها من الحليب المحلول يتم طرح المواد الماء الزائد والأملاح المحملة، صح؟ بينما الكبد ما عنده منفذ خاص. الكبد راح يكون هو متصل بأعضاء الجسم الأخرى عن طريق جهاز الدوران، فبالتالي السموم اللي يفرزها الكبد أو اللي عفوا يعني مو يفرزها، أقصد اللي يرشحها الكبد أو يميزها ويعزلها بصفحة، راح يوديها المن للرئتين يتم التخلص منها، عفوا مو الرئتين، للكليتين يتم التخلص منها عن طريق البول أو الإدرار. لكن هو راح يساهم في عملية التصفية وغير، لكن القصد بها أنه ما راح يكون إلى منافذ خارجية مباشرة أو ارتباطات مباشرة مثلا نحو الجلد مباشرة أو نحو مثلا فتحات خارجية خاصة بالكبد، لا ما موجود هذا الشيء. راح يتم بعد ما يتم عزل المواد الفضلات يتم نقلها إلى الدم، من الدم إلى الكليتين، وبالتالي التخلص منها إلى خارج الجسم. بالنسبة للجهاز التنفسي مسؤول عن عمليات التبادل الغازي ما بين الجسم والمحيط الخارجي، بالإضافة إلى إيصال الأكسجين أو هذه المواد الغازية أو تبادلها مع الدم يتم نقلها إلى الأنسجة. المكونات هذا الجهاز مثل ما ذكرنا النوز، الأنف والتريكيا، برونكي، برونكيوز، الليفيولي واللينكس، ابتداء من فتحة الأنف وانتهاء في الحويصلات الهوائية المتواجدة في الرئتين. السكريتال سيستم مثل ما ذكرنا قبل قليل الجهاز الهيكلي، يقوم بعدة وظائف من حماية الأعضاء، تجهيز الشكل يعني شكل الجسم والإسناد، خزن المعادن، المواد المعدنية داخل الجسم الاستفادة منها في حالة حدوث نقص معين أو نقص بسيط يتم تعويضها من العظام نفسها، إنتاج خلايا الدم سواء كانت خلايا الدم البيضاء والحمراء أو الصفائح الدموية عن طريق وجود عدد كبير للستيم سيلز، الخلايا الجذعية في نقي أو نخاع العظم البون مرو، إضافة إلى مساهمة هذا الجزء أو هذا الجهاز في عمليات الحركة. مكوناته هي العظام، الغضاريف والأربطة والأوتار، وهذا هو مخطط الجهاز الهيكلي. أكو أي سؤال أو استفسار طلاب؟ لا دكتور. محاضرة اليوم شكرا لحسن الإصغاء. طبعا اليوم محاضرة اليوم تقصدت إنه ما أوجه لكم الأسئلة لأن النت ضعيف، ما أعرف من الطالب أو الطالبة اللي عنده نت قوي أو يقدر يسمع صوتي أو السؤال بشكل واضح، فما أردت إنه يعني يخلص الوقت بهاي الجزئية، وأنا أعرف مسبقا إنه النت. عفوا دكتور. نعم تفضل. يا ريت تنزل محاضرة على اليوتيوب لأن أغلب المحاضرة ما حضرت. أوكي، المشكلة أنا هاي المحاضرة هي مسجلة حالياً وراح تنزلها على اليوتيوب، والرابط مالتها أكيد على منصة الموضوع. تمام.
تمام.